السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا الموجز من قناة طنانسة. أكد عز الدين الفارسي نجل العقيد سعيد بن غيظ الفارسي إخلاء سبيل والده الثلاثاء، وأشار إلى أن حالته الصحية جيدة. الفارسي في تصريح له أوضح أن شقيقته ملحقة من قبل ميليشيا الكرامة وصادر بحقها أمر قبض، وقامت العائلة بنقلها إلى مكان آمن لإخلاء سبيلها أو خوفا عليها من قبل ميليشيا الكرامة. اتفق عمداء بلدية ليبيا الثلاثاء على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة، وذلك بحسب بيان صدر في ختام عمل الملتقى. وأكد الحاضرون في هذا الملتقى على وحدة التراب الليبي وإدانتهم لكل أشكال التواجد الأجنبي على الأراضي والمياه الإقليمية الليبية. ودعا عمداء بلدية ليبيا في بيانهم الختامي، دعوا مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة بالإسراع في كسر الجمود الحاصل في المشهد السياسي وتحمل مسؤولياته في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها حلحلة الوضع القائم والكشف عن العراقيل التي تواجهه وأسبابها، والدفع في اتجاه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وجود أكثر من 1,300,000 شخص في ليبيا، من بينهم قرابة 440,000 طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وأضافت المنظمة في تقريرها أو في تقرير لها عن الحالة الليبية في العام الماضي لأن التصعيد المستمر للنزاعات المسلحة 2017 أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية خاصة للفئات الأكثر ضعفا. وأشارت المنظمة إلى وجود أكثر من 33,000 طفل من النازحين واللاجئين في ليبيا معرضون لانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان ويحتاجون إلى الحماية، كل ذلك بحسب المنظمة. إلى الخبر الأخير، حيث أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا الثلاثاء عن انطلاق برنامج جسر التضامن لمساعدة المناطق المتضررة من الهجرة غير القانونية في ليبيا. وأفادت السفارة في منشور لها عبر حسابها الشخصي تويتر بأنها قامت بتسليم مساعدات عاجلة لبلدية الجرابولي شملت أجهزة طبية حديثة لمستشفى الجرابولي العام. وكان السفير الإيطالي بيروني قد قال الاثنين إن بلاده تدعم ليبيا بما يمكنها من استعادة الأمن والاستقرار خاصة في المجالين الصحي والإنساني. ختاما، إلى اللقاء.